اهلا، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم فيديو عن ماسك تحفه. اول حاجه بيساعد على تفتيح البشره وشدها بمكونات سهله جدا. بس قبل ما ندخل في مكونات الماسك اقول لكم على فوائده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان تعملوا سبسكرايب للشانل عشان يوصل لكم اي فيديو انزله ان شاء الله، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعار وتنبيه ان في حاجه نزلت. اول حاجه الماسك ده كل اللي احنا هنحتاجه، هنحتاج صابع موز لازم تكون مستوية. انا حطيتها في كيس اسود عشان تستوى يعني بسرعة، وباخد منها جزء صغير والباقي بقى ناكله، اهم حاجة علشان يفيد جسمنا. وانا بعمله كده هقول لكم الفوائد بتاعة الماسك دي بسرعة. اول حاجة كويس جدا لكل انواع البشرة وبالذات البشرة الدهنية، بيتحكم في لمعانها وبيتحكم في ازالة الرؤوس السوداء، وغني بفيتامين سي والزنك اللي بيساعد على علاج الحبوب، وكمان في فيتامين سي المهم جدا في التفتيح وشد البشرة. عندي هنا بعد ما هرست جزء الموز هحط معلقتين عسل نحل، ويفضل ان هو يكون نوع طبيعي وكويس. انا مش بعمل منه كمية كبيرة قوي علشان مش برمي الباقي او حاجة، انا بحط الباقي على رقبتي لانه ليه فوائد كويسة جدا، وكمان بيهدي احمرار البشرة. حط شوية ليمون علشان تساعد كمان ان هي تتحكم في زيوت البشرة بتاعتك بتنتجها. لو عندك حساسية من الليمون شيل الخطوة دي خالص. وكمان لازم اي ماسك تشوفيه عندي او عند غيري لازم تجربي وتعملي اختبار الحساسية، هو قوامه سائل لو في اي تكتلات حاولي ان انتي تشيليها. وبعدين بنحطها على بشرتنا لمدة 15 دقيقة، بس في شوية خطوات كده يفضل ان احنا نعملها. انا قشرة الموز زي ما انتوا شايفين مرمتهاش لان فيها فوائد كتيرة جدا. القشرة دي باخدها وبعمل بها سكراب لبشرتي، بتساعد ان هي تشد البشرة وبترطبها، ولو في حكة او حاجة بتشيلها. غير ان اصلا القشرة دي ساعات بتدخل في مستحضرات تجميل كتيرة للإكزيما. فبعد ما نغسل وشنا ونعمل بالموزة، بناخد الماسك بتاعنا ده وبنفرده على بشرتنا كلها لمدة ربع ساعة، ونسيبه لحد ما ينشف. بجد بجد من الماسكات الهايلة، بيدي نضارة بيدي تفتيح، يعني يعتبر بيعمل اهم الحاجات اللي احنا بنحتاجها لبشرتنا، وبجد هتستفيدي منه جدا وبالذات في رمضان. وبس كده، ده فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتكم. بشوفكم على خير في الفيديو الجاي.